قطاع الطاقة من القطاعات المؤثرة بشكل كبير على الاقتصاد السعودي. يبلغ تأثير قطاع الطاقة على الناتج المحلي حوالي 40%. القطاع من أهم القطاعات المستهدفة لرفع الناتج المحلي مستقبلاً، وإضافة تحسين لميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية. أحد مستهدفاتنا في قطاع الطاقة هو الوصول إلى 75% توطين في مشاريع هائلة متوقعة في هذا القطاع في السنوات القادمة. يبلغ استثمارات القطاع المتوقعة في السنوات القادمة أكثر من 3 تريليون ريال. الحصول على 75% دعم من التوطين في مجال المكونات والخدمات والموارد البشرية سيكون له أثر كبير على تحقيق مستهدفات القطاع، ومن ثم تأثير على المستهدفات الاقتصادية في رؤيتنا 2030 التي تعد الهدف الأساسي لجميع القطاعات في المملكة. نعم جيد. سيد فؤاد، دعنا نتحدث عن تحول السعودية نحو مصادر الطاقة المستدامة والمتجددة، يعني إلى أي مدى تستصحبونه في خططكم؟ أعتقد هذا من أهم التحديات والفرص إلا في قطاع الطاقة، والتوطين ورفع المحتوى المحلي متاحة بالنسبة لنا ولشركائنا المحليين والعالميين. كما يعلم الجميع، تحولات الطاقة الآن هي أحد مستهدفات الدول العالمية. في المملكة العربية السعودية في 2019 صدر توجيه سامي بتحويل إنتاج الكهرباء في المملكة العربية السعودية ليكون في عام 2030 ما بين إنتاج الكهرباء عن طريق الغاز بتقنيات نزع الكربون، و50% الباقية تكون إنتاج عن طريق الطاقة المتجددة، مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية. المملكة العربية السعودية بدأت في طرح المشاريع. نعتبر الآن في المملكة العربية السعودية من أكبر الدول في طرح مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة. من المتوقع طرح مشاريع سنوية بما يعادل 20 جيجا وات، وهذا الطرح لا يوازيه في العالم في الوقت الحالي إلا في الصين. فتعتبر المملكة العربية السعودية ثاني أو ثالث أكبر دولة في العالم في طرح المشاريع للطاقة المتجددة. في مستهدف للطاقة المتجددة للوصول إلى 75%. قبل سنتين تقريبا كان المعدل لا يتراوح من 5 إلى 10%، ولله الحمد الآن ارتفع في السنة الماضية لأكثر من 20%. نستهدف بنهاية العام ده أن نصل إلى 30%، ونتوقع بحول الله في 2026 أو 2027 بحول الله أن نصل إلى مستهدفنا 75%. ومن 2028 الهدف أن المملكة العربية السعودية تكون مركز للتصدير هذه المكونات والخدمات. نعم سيد فؤاد، أيضا توطين قطاع الطاقة بالسعودية إلى أي مدى سيزيد من فرص العمل؟ وأيضا بهذا الإطار اليوم، هل هناك من جدول زمني معين يعني لنرى النتائج الملموسة من الاتفاقيات الثلاثة التي تم اتفاقها مع أرامكو سابق وأيضا الشركة السعودية للكهرباء؟ نعم، إحنا بالنسبة لنا الهدف الرئيسي من كل الأعمال اللي نقوم بها تحت توجيه رؤية المملكة العربية السعودية هو إتاحة الفرص للشباب والشابات السعوديين. أنا شخصياً ووزارة الطاقة تتلقى بشكل ربعي دعوات افتتاح مصانع، سواء كانت في الرياض، سواء كانت في المنطقة الشرقية أو في المنطقة الغربية. القائمة تطول. الاتفاقيات والشراكات اللي وقعت 104 مليار ريال المفترض أننا بشكل ربعي نرى ثمارها. عندنا الآن مايلستون وخطط واضحة، وهذه مرتبطة بمستهدفات التوطين اللي المفترض أننا نحققها، بحيث أنه بعد سنتين 3 سنين المملكة إن شاء الله تحقق مستهدفها بالوصول ل 75%. نعم سيد فؤاد، يعني وأنت سيد العارفين، قطاع الطاقة قطاع حيوي استراتيجي متخصص أيضا،
يحتاج إلى قوى عاملة مؤهلة قادرة على أن تطلع بهذا الدور وتتوفر لها معينات تدريب وتأهيل؟ إلى أي مدى أيضا يعني تعملون في هذا الجانب لإعداد هذه البدائل؟ في تعاون قائم الآن ما بين وزارة الطاقة إذا نتكلم في قطاع الطاقة ومع وزارة الموارد البشرية ووزارة التعليم. وزارة الموارد البشرية شاكرة قبل سنة أسست لمجالس قطاعية للمهارات. هذه المجالس القطاعية تقريبا 12 مجلس قطاعي، أنا أرأس المجلس القطاعي للطاقة والمنافع، حددت المهارات المطلوبة لمستقبل كل قطاع، وبعد تحديد هذه المهارات حددت البرامج اللي نحتاجها. والآن إحنا نعمل على التوافق مع قطاعات التعليم في المملكة، التعليم الجامعي أو التعليم المهني، لإتاحة الفرصة للشباب بحيث أنهم يكونوا رافد لهذه المشاريع اللي إن شاء الله الاتفاقيات اللي وقعت اليوم حتحتاجهم السنة القادمة والسنة بعدها والمستقبل القادم بالنسبة لنا في قطاع الطاقة. وكيل وزارة الطاقة للتوطين والمحتوى المحلي وإدارة المخاطر بالسعودية فؤاد موسى، شكرا جزيلا لك.